ماتش نهار الاحد كونتر ليسبيرونس، حسام عنده ذكريات مع ليسبيرونس باش توعد الجمهور. هذا اللي مش صعيب الماتش معناها حسام الويت باش يخلينا معناها نكون ان شاء الله متصدرين. اللي تشوف تراجع معناها ورانا بون بوان كو ذا صحيح ذكريات كانت قبل، مي تو معناها حاجه جديده، وان شاء الله الاولاد الكل يكونوا حاضرين ونروحوا لصفاقس بثلاث نقاط ان شاء الله. حسام في الماتشات الاخرانيه نشوفوا انه الراجل فانكر هي اللي كانت ناقصه للجوارات نتاع سيساس، بقينا تو لي بلان مشاو تبارك الله جيست الراجل فانكر، هذه هي الحاجه اللي يطلبوا بها جمهور سيساس باش تعدوا. صحيح هذول اللي معناها تشوف معناها الباركور اللي عملناه تو السيزون هذيا تسمى من احسن الباركورات عملتها نتسفيخسي. صحيح معناها الماتشات الاخرانيين كانت ناقصتنا شويه معناها الرمش دو فانكر، مي هذول احنا معناها قاعدين نصلحوا فيها. قاعد نشوف معنا حتى كان ما لعبناش بالباهي كنا ننتصروا، وكنا نلعبوا بالباهي وننتصروا، هذه الحاجة الجديدة اللي في النت فيرسي كون ان شاء الله نكملوا هكا. وليسونسيال احنا نروحوا بتروازا تروا بوان هذيا من تونس باش تخلينا مرتاحين اكثر الماتش الجاي ان شاء الله. حظ موفق حسين، عايشك.